هذه المصابيح توقد بكابل كهرباء توقد عليه النار لفترة طويلة حتى يتم معرفة مقاومة هذا الكابل للاحتراق. إذا علمت أن صناعة كابلات الكهرباء أمراً يسيراً فعليك أن تتابع هذا التقرير. أنا هنا على بعد 40 كيلومتر من الحرم في مكة المكرمة. هنا مصنع بحرة للكابلات الكهربائية الذي يزود الحرم بكابلات كهربائية ذات مواصفات أمان خاصة، بل يزود السعودية بأسرها بهذه الكابلات. اليوم أخذكم في رحلة حول التقنيات المستخدمة في تصنيع هذه الكابلات وإجراءات الأمان المتخذة أيضا. هذا كابل كهربائي بقوة 400 كيلو فولت. انظروا إلى حجم هذا الكابل والجهد المبذول لعزله حتى لا يتسرب الكهرباء إلى محيطه. المهندس عبد المحسن هو مهندس إنتاج هنا في المصنع. كيف يمكن عزل هذا الكابل حتى لا يمكن للكهرباء أن تتسرب إلى محيطه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن هنا في منطقة عزل الميديم فولتج والهاي فولتج. كبداية يتم عزل هذا الكيبل بثلاث طبقات من الانسوليشن. بداية يكون الموصل في البداية اللي هو الكوندكتور، بعد ذلك نأتي إلى مرحلة العزل الأولى وهي السيميكون إنر سيميكون كوندكتور، بعد هذا نأتي إلى مرحلة العزل الأساسية والتي وهي الانسوليشن، بعد ذلك الأوتر انسوليشن. يتم التحكم في السماكات بثلاث طبقات العزل عن طريق الإكس راي، عن طريق جهاز السيكورا، وهو بذلك يتم التحكم به بالثيكنس وجميع الدائرية التي نحتاجها في هذا الكيبل. التيوب هذا يتم فيه مرحلتين، أول مرحلة يتم فيه تسخين الكيبل وهو مرحلة الكيورينج، تحميص لإخراج جميع الغازات الموجودة في الكيبل هذا. بعد هذا ندخل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة التبريد، يتم تبريد الكيبل حتى نضمن استمرارية الكيبل. هذه هي الغرفة فائقة النظافة التي تحوي مادة الكروس لينكد بولي إيثيلين والتي تغلف الكابلات الكهربائية. هذه المادة يجب أن تكون نظيفة للغاية، وأي تلوث في هذه المادة قد يسبب تلف عاجل لهذه الكابلات، ولكي ندخل فيها يجب علينا أن نرتدي ملابس خاصة. الخطوة الأولية ندخل نشوف، دي المرحلة الأولى من دخول الرو ماتيريال بوكسز، بيتم تنقيتها وضعها لفترة زمنية محددة، وعن طريق الاير فلتريشن في فلاتر لتنقية الجو والمكان بتضمن ان كل الرو ماتيريال قبل ما تدخل غرفة التغذية النهائية بيتم التخلص من جميع الشوائب. بعد ما تنتهي مرحلة التنظيف الأولى، المرحلة الأخيرة لتغذية المواد. تغذية المواد بيتم وضعها عن طريق صناديق من الجرافيتي الجاذبية فقط، بحيث ان لا تدخل اي نوع ميكانيكال سيستم. يتم تنقية الهواء المحيط بصناديق المواد الخام للعزل عن طريق مجموعة من الفلاتر، وان الرو ماتيريال بيتم تغذية الخطوط عن طريق الجرافيتي او الوزن، بتسقط مباشرة بدون أي كونتاكت مع المحيط الخارجي، وده بيضمن إن الرو ماتيريال بالكامل كلين من أي شوائب ممكن تأثر على العمر الافتراضي للكابل. معمل اختبار المواد هو المعمل الذي تختبر فيه المواد، سواء المواد الخام أو الكابلات بعد تصنيعها. هذه الكابلات هي كابلات ذات قدرات فائقة قلما توصلت إليها شركة أخرى في الشرق الأوسط، سوف تستخدم قريبا في الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومصر. روان هي مفتشة جودة هنا في معمل اختبار المواد. روان، هل يمكن أن تصفي لنا مراحل اختبار المواد هنا في المعمل؟
قسم الجودة هو أحد أهم أقسام شركة كابلات بحرة، والذي يهتم بجميع اختباراتي من بداية أول ما يصل كمادة خام إلى ما يخرج منها كمنتج تام. في جهاز الـ FTIR وهو الجهاز الذي يقيس قياس المواد عن طريق الأشعة تحت الحمراء. يوجد جهاز الـ DCS الذي يقيس المسح التفاضلي لبقية وتعريف الخامات. وعندنا أفران احتراق تكون درجة حرارتها تصل إلى 1200 درجة حرارة مئوية، يكون فيها حرق الخامات الكابلات، ويكون الحرق هذا عشان يكشف لنا عن المواد الكيميائية في المواد الخام. في عندنا أفران هوائية حرارية، وهذه الأفران أنه يعني نعمل فيها اختبارات محاكاة للكابل مع درجات الحرارة في الظروف المناخية الحرارية والصعبة، ويعني نشوف عمر الكابل كيف حيكون في المستقبل مع الظروف المناخية والحرارية. في عندنا هناك كمان أجهزة الشد والاستطالة، وهذه الأجهزة تكون تتراوح قوتها ما بين 500 نيوتن إلى 50,000 نيوتن، وتكون هي تدرس أو تكشف عن الخواص الفيزيائية والميكانيكية للكابلات. عندنا جهاز أيضا يكشف عن التوصيلية الكهربائية للمحاليل والسوائل. فحص مقاومة الكابلات للحريق هو أحد الاختبارات التي تجرى في معمل الحريق في شركة كابلات بحرة، حيث يتم تعريض الكابلات كما نشاهد للنار مع الماء تحت تأثير ضربة ميكانيكية، والمطلوب أن لا تنقطع الكهرباء عن الكابل الذي يتعرض للحريق. هناك بعض الجهات الحساسة مثل المستشفيات وغيرها من المؤسسات لا تستطيع أن تضع كابلات الكهرباء العادية لما في ذلك من مسائل تخص الصحة والسلامة، فتستخدم شيء يسمى الباسوي، وهو أمر بديل عن الكابلات ولكنه أكثر صحة وأكثر أمان في الاستخدام. والأكثر أمان من ذلك أننا هنا في منطقة بحرة في المملكة العربية السعودية تصنع هذه الكابلات بصورة آلية تامة عن طريق الروبوت كوكا. المهندس يوسف خيرو وهو مدير قسم التصميم هنا في المصنع سيخبرنا عن المزيد عن دور الروبوتات في هذا التصنيع. مهندس يوسف، هل يمكن أن تخبرنا كيف استطاع كوكا أن يحدث ثورة في إنتاج الباسويز هنا في بحرة؟ زي ما تفضلت بالحديث عن هذا المنتج اللي هو الباسوي أو القضبان الكهربائية التي تستخدم. تتميز هذه القضبان بأنها تحمل تيار عالي أكثر من الويرز أو الكابلات العادية. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية لها أنه من ناحية الصيانة هي سهلة جدا، بحيث إذا ضرر جزء يستبدل هذا الجزء بدون أن يستبدل في الكابلات. العملية صعبة وصيانتها صعبة ويحدث قطع، أما هنا هي عبارة عن أجزاء بحيث أن الجزء لا يتعدى 3 متر، ممكن يكون أقل من كده، فأي عطل في أي جزء يصبح يكون تغيير للجزء هذا. يبدأ عمل الريبوت بالتصميم بحيث الريكويرمنتس اوف كاستمر بتيجي وبتتبرمج آليا على الروبوت. بعد كده يبدأ الروبوت يطبق هذه البرمجة بالأطوال المحددة المطلوبة اللي طلبها العميل. فتبدأ بالمراحل بالروبوت الأول بيستخدم الألمنيوم الذي يعتبر يعني غطاء أو يسمى كفر للبسبار الموجود داخلي أو الموصل الكهربائي، الموصل النحاس الكهربائي. تبدأ العملية بإنشاء أو خلق هذا المنتجين الأول البسبار مع الغطاء الخارجي له. الريبورتس الأول مسؤول عن الغطاء الألمنيوم، وفي روبوتس ثاني مسؤول عن البسبار النحاسي. بعد انتهاء تصميم لهذين المنتجين يتم عزلهما، بعد ذلك تتم عملية التجميع لهذا المنتج
والاختبار في المرحلة النهائية، ثم يتم تقديم هذا المنتج.